السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم، مرحبا بمتابعين متاعي القدم، ومرحبا بالمتابعين الجدد واللي مازالوا زائرين فقط. نتمنى مرحبا بهم أول حاجة، وإن شاء الله إذا عجبتهم قناتي يشاركوا ويفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد، وتشجعوني أنا أمكم باش نكبر تكبر قناتي. اليوم جبتكم حاجة بعد وصفتي الأخيرة اللي نجحت في ناس، وصفة الكركم والجيلاتين، نجحت ما شاء الله بدرجة كبيرة برشا، وأصحابي المقربين والناس اللي جربوها قالوا لي في الخاص أنها فعلا روعة روعة روعة. فعلا أنا جربت عن نفسي ولقيتها روعة، لذلك أنا معناها عديت هيك. اليوم وصفتنا اليوم أيضا روعة، لكن مش للوجه، هي للشعر. الوصفة هذه من ثلاثة حاجات فقط، ثلاثة أشياء بسيطة تتكون، حاجة موجودة في الدار سهلة وما هيش غالية بالكل. نوريك المكونات وبعدين نمشي ساعة بعد نتكلم شوية قبل ما نوريكم كيفاش باش نعمل. خلينا نبدأ ونوريكم الحاجة الأولى. عنا جوز الهند، هذايا اورجانيك يعني، اما بس هو المهم تشوف به بالبيه، معناتها تختار حاجه مهمه باش تنجح الوصفه نتاعكم، هي الوصفه اللي سواء كان عشبه او بذور او زيت، لازم تتاكدوا من المكان اللي جاي منه. فردوا بالنا اذا كان تحبوا انتم الوصفه نتاعكم تنجح. هذايا جوز الهند، وهنا اهم حاجه كل الناس تعرفوا، كل الناس تعرفوا، هو هذايا بذر الكتان. شفتوا بذر الكتان معروف برشا، هاو كان قربوا ياسر معروف بذر الكتان، عند الناس كل تعرفوا، مش غريب، كل الناس تعرفوا به. وعنا يا سيدي بن سيدي عنا زيت الريحان، هذايا قصته قصه، هذايا مش زيت الريحان، لان انا ما عنديش زيت الريحان، وكيما نعمل الزيوت الاخرى مثلا، انا وريتك كيفاش نعمل زيت ثوم الذكر، هذا هو نرقدو 40 يوم في الزيت زيتونه، ونظلمه ونحطه في مكان اظلم، نغطيه ما نخليش يشوف الهواء به. هذا نفس الشيء، انا عملت ريحان اخضر، تنجم تعمل ناشف عادي، الريحان نحطه كميه كيس مثلا عليه ملعقه او ملعقتين دازمتر، مش مشكل، الريحان وتغلفه طبعا بالفوليوم او باي حاجه ظلام ما تخليش يشوف الضوء، وتحطه في خزانه عندك كيما اللي عندي انا المره اللي فاتت، حطيتها وريتها لك كيفاش حطيتها كي عملت زوم زيت ثوم الذكر. ونفس الشيء بعد 40 يوم نجم نستعملها، هذه معناها طريقه ناجحه. تنجم اذا كان تنجم تستعمل بزيت اخر، لكن انا بالنسبه لي انا الانفع هو زيت زيتون معروف، زيته منفعه فيه، فانا نفضل زيت زيتون. لكن بالنسبه للناس اللي يشريوا ينجموا متوفر عندهم زيت الريحان، فماذا بينا نستعملوا زيت الريحان الاصلي، لانه هذا مهما كان زيت مرقد مع ريحان ولا شنو مرقد في زيت زيتونه، لكن زيت الريحان فهو طبعا الروح نتاع الريحان والزيت نتاع الريحان، فماذا بينا نستعملوا هو. اذا كان ما فهمش تستعملوا طريقتي انا عادي جدا، هذا هو. شنو نعملو؟ ناخذو ستة معالق من معالق مثلا هذوما، ملعقة عادية متاع أكل، فهمت؟ نحطوهم في حاجة فارغة، ومعاهم كيس ماء، هذوما ستة، واحدة، خنوريكم بركة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، بسم الله، وهذه السادسة، باه، ستة وناخذ عليهم سيدي بن سيدي، أهو كاس ماء كيما هكا كبير، كاس ماء كبير، نصبوه في العلبة هذي اللي عندنا، وأي حاجة كسرونا أي حاجة كله، هذوم الاثنين نتحصلوا بعد ما يغلي 15 دقيقة، ما بين 10 و15 دقيقة، حتى اللي تشوفوا انت سايب الجيلاتين تاعو، باش نوريكم انا تو مش باش نغلي على خاطر انا ديجا حطيته يغلي، بالكم بشويه
انا غليته في هذا هكا سخون مازال باش نخليه يبرد شويه. شو شفت الجيلاتين ما شاء الله، شفت الجيلاتين هذا هو، نخليه يبرد شويه خاطر انا ما نجمش نمسه هو كيكه، لكن يبدا دافي طبعا باش يساعدنا هكا. هنا ونكونوا احنا محضرين هذا، نخليه يبرد شويه، محضرين شاش كما هكا او عندك خمار محرمه قديمه او ابسط حاجه كالسيتا جوار نتاع نساء اكل ترونسبارون اللي هي نتاع الصيف. باش نقول لكم حاجه، راهو صعيب شويه تصفيته، لازم تحطه كيما انا هكا حطيته تو خطرين الشد بيدي، وتبدا تنزل عليه، تنزل من هنا وتزيد تنزل بيدك. كيفاش نعملو انا تو نوريهولكم. المهم هكا اي لها باش نوريك هكا هكا شمس شويه يلا هاك. شفتوا شفتوا كيفاش تبارك الله، شفتوا الجلي هابط، شفتوا مصلي على النبي، اللهم صلي على النبي. شفتوا كيفاش انا ما حبيتش خاطر ها هاك، وتوسعوا بالكم الاخر قطره راه مازال فيه برشا. شوفوا شفتوا كيفاش، شفتوا هاك، حتى كي يطلع منه كعبيت خاطر انا معهوش كالسيتا يعني فاسمه او نتاع الجبن، هذه شريتها نعمل منها كي نعمل الجبن الاجبنه يعني في البيت فنستعمله هذا، هذا سهل. هنا الكعبته خاطر ما شاء الله كعبته ماضي وانا ما رحيتوش، مش ضروري ترحيه فيطلع خاطر يشدك برشا في الشعر كي ترحيه، هذوما على الاقل كي تصفيه مرتين عاودوا هكايا حتى لين شفتوا مزيل قد ما تنزل، قد شفت قد ما تنزل والوحده تطلع باهي. شوف ما شاء الله يعني هذا نص كيس هاك، هذا شفتوا هذايا به كما قلنا شو كي يدي بالجيلاتين نتاع نتاع البذور الكتان، ياسر ياسر محلاها الوحده، النتيجه نتاعها فوريه. هذايا بالنسبه للوصفه نتاعنا هي الطبيعي الكيراتين الطبيعي اللي تضمن انه ما يهلكش الشعر. الكيراتين خلينا نتكلم شويه على الكيراتين الغير طبيعي. الكيراتين الغير طبيعي اللي هو سريع النتيجه نتاعو سريعه برشا، وكان نقولوا ماشي نعملوا كيراتين عند الحجامه او عند هير دريسر فنكونوا فرحانين واو باش يعطينا نتيجه مبهره وجايين على روسيت والشعرات يعني تكون رطبه وحرير وكل شيء، لكن ما نعرفوش اللي النتيجه هذيك مدمره للشعرات نتاعنا، مدمره للبشره، مدمره للداخل بعد الشعر جذور نتاع الشعر، ويتعدل الجسم ايضا لانه فيها تسممات. المواد الكيماويه اللي في الكيراتين الغير طبيعي هو مدمر لكل الجسم، لانه كيفاش يقول لك انا نعملها من برا، كيفاش تكون هذه كل الجسم، كيفاش تجي هذه مسمم ومدمره وما ندري شنو. اي نعم، لانه اي حاجه تعملها في بشرتك في 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 فوره الراس هي كلها تتمس يمتصها البدن، البدن هكاك ربي سبحانه عامله الشعره او اي او الجلد او حاجه مثل الشجره مثل النبته، اي حاجه تصب عليها الماء وتتلهى بها وتعطيها تربه باهيه فهي تكبر وتعطي النتيجه نتاعها الباهيه. نفس الشيء اذا كانت تعطي مواد كيماويه للنبته تتموت، نفس الشيء للشعر يموت ويتحرق ويتقصف، مش بعديك نقعدوا طول عمرنا بنفرحوا به نتيجه نتاع قد اسبوع كم يوم وبعديك النتيجه نتاعو نقعد نبكيو عليها طول الوقت، وبخلاف انه غالي الكيراتين غالي برشا. الكيراتين الطبيعي اللي هو بطيء المفعول، بطيء النتيجه ما تظهرش برشا، يعني نحنا كي نعملوا ان شاء الله الوصفه لازم نصبر عليها، لانه اي نتيجه طبيعيه لازم ما بين شهرين شهرين ونص لثلاثة شهور. الوصفه هذه الوصفات الاخرى نجم تاخذ اكثر وقت، يعني ما نتسرعوش في النتيجه، لكن النتيجه ناكد لكم اللي هي مبهره، لانه تغذي الشعر وتعطيه رونق رطوبه نعومه قوه الشعر، يمتصها جذور كما قلنا، لان الجذور الشعر كما النبته بالضبط تعطيها تعطيك، وكي تعطيها حاجه تحرقها تتحرق كما المواد الكيماويه، تعطيها حاجه طبيعيه تعطيك النتيجه اللي هي المرجو منها.
لانه الشعر المقصف والمقطع والقصير نتيجة هذا يدل على انه الجسم فيه مشكلة. اي حاجة في الجسم هي ترجع بالتالي للشعر او البشرة او اي حاجة في الجسم او الجفون او اي حاجة. فاي حاجة اذا كان عندك شعر مقصف ولا حاجة او اعرف اللي عندك مشكلة في التغذية، سوء تغذية، قلة شربان الماء لانه لازم نشرب برشا ماء، التغذية، الخضار، الخضار الخاصة الخضرة كما سبانخ كما السلق البقدونس الجرجير الريحان اي حاجة اي حاجة خضار خضرة تنفع برشا بلاس انه شربان الماء. هذه لازم تصلحها قبل ما تبدا تصلح في شعرك، لازم تشوف روحك شنو اللي انت ناقص اذا كان انت عندك. وكذلك قبل الاستعمال، قبل الاستعمال هذه الوصفه اللي قلت لكم عليها لازم نجربوا الشعر. في شعر يقول لك وحده تستعمل الوصفه تقول لك انا ما ظهرتليش، انا قعدت 5 شهور 6 شهور وانا من ما ظهر ما عطتنيش النتيجه اللي انا نحب عليها. وفما ناس بسرعه تطلع عليهم، علاش وكيفاش او كيفاش باش تعرف اللي انت هذاك هو معنى شعرتك الوصفه هذه باش تمشي شعرك وشعرك يمتص او البشره نتاعك او الجذور يمتصوا له. الشعر نتاعك من نوعيه اللي تمتص، في شعر يمتص وفي شعر ما يمتص. شنو نعمل؟ ناخذ شويه من الشعر نتاعنا، احنا دايما لازم نقص شويه من الشعر من اللوت من الاسفل نتاع الشعر باش يتنحك المكسر وكل، ناخذوا منه وناخذوا شويه شعره او اثنين او مجموعه صغيره ونحطهم في كاس ماء ونستناو عليهم شويه. اذا كان نزل الشعر اسفل القاع الكاس قاع الماء اللوطه راو شعرك من نوعيه اللي امتص وما تخافش وتوكل على ربي واعمل معناه وانت مطمئنه. واذا كان الشعر نتاعك ما بقى فوق اعرف اللي هو نوعيه شعرك ما يمتصش الحاجه بسهوله، مش ما تعملهاش تعملها لكن لازم تصبر عليها تعطي نتيجتها اكثر دوب المرتين ما يعطي الشعر اللي يمتص المواد هذي. مفهوم هذي ان شاء الله. على فكره انا راني باش هذا خاطر ما نجمش نتكلم بالانجليزيه باش نعمل فيديو هو نفسه ما تقولوش بها عملت مرتين ولا حاجه، هذي بالعربيه وان شاء الله فيديو الاخر ننزله بعده هو بالانجليزيه يمكن في نفس اليوم، لكن هو يكون بالانجليزي وبالعربي فانتوما تبعوا بالعربي مش ضروري تسمعوا بالانجليزي خاطر بالانجليزي ما عملته للانجليزم طبعا اللي يفهموا اللغه مش انجليزي ما اللي يفهموا كلهم اللغه الانجليزيه حرام يعني يتبعوا فيا ومساكن ويحبوني يحبوني. فما ناس مشيت على خاطر انا ما بطلت نتكلم بالانجليزيه فانا باش نعمل المره هذه برك منحبش انا نعمل دوبل بصراحه او كنعدي لهم هذه خاطر لازم مشرحه على ذيك يلزمني انا نعمل لكم هذا وان شاء الله ما يكونش طويل برشا خاطر انا علاش انا بعد ما نسجل نحي صوتي ونعاود ننقص فيه ونعمل خاطر يبدا طويل، لكن هذا الشرح يلزم انا مباشره نعمل لكم ان شاء الله ما عادش باش نطول اكثر من هكا باش نعطيكم كيفيه عملين وكيفاش مده نتاعو الاستعمال وكيفاش تستعمل نتاعو. باهي هذا هو الجيلاتين فيه ما قلت لكم مسالج تو بعد نصفيهم انا كل وحده تصفيها بمعرفتها. ناخذ جوز الهند، شفتوا كيفاش الزيت نتاعو ما شاء الله خاطر سخن شويه. طبعا باش نحط ملعقه كبيره، انا الملعقه كي صغيره باش نعمل زوز لانه الملعقه صغيره فانا باش نعملها زوز كيما شفتوا كي به ملعقه كبيره ما تعملش به. وناخذ زيت الريحان كيما قلنا كان عندكم ما كانش تستعمل كيما عملت انا اوكي هاك ملعقه صغيره باش نعمل زوز على خاطر هاك باهي باهي هنا ونخلطوهم بالكدا. شفتوا كيفاش هذا هو الجيلاتين باهي نخلطوهم بالكدا بالكدا كيما تشوفوا اوكي. جماعه اللي بيفهموش بالعربي انا باش طبعا باش نركب صوتي خاطر ديجا خلطت الخلطه ما نجمش نقول لهم يعني نعاود نخلطها خلطه اخرى مش معقول. فانا باش نحي الصوت طبعا ونعمله قصير شويه زيد نقص شويه ملخص جدا جدا مش كيفكم انتم شرحت بال
هذا هو مش خليه على جنب، ونحن ناخذه نص كاس ماء مش تو. هذايا حطيت منها توصيين، حطوه على جنب، نعبيوه في علبة في دبوزة ولا حاجة، بعد ما نصفيوه مرة أخرى المكونات هذيك ونحطه في دبوزة. وقت نجي باش نستعمله قبل ما نرقد بساعتين، وإذا كانت تحب ترقد بيه تنجم تعمله ترقد بيه للصباح. باهي، نحنا خلينا نقولوا بتاع ساعتين، مش نحكي على ساعتين، اللي يحب يبات بيه خليه يبات بيه، أوكي؟ وقت نجي باش نستعمل هذا نزيد عليه نص ماء. نجم تكون هاوك نص ماء كيما هكا وقت نستعمل. انا مش باش نزيدو طوا على خاطر باش نزيد وقت نجي نستعمل شعري، فهمت؟ هذايا سو هذايا فهمناها طوا واضح. هذايا مع الماء وقت نجي، مش هذا اللي طاب ولا نص الكميه متاع اول ما طيبته انا بالبذور الكتان، ولات لي نص كاس من هذا هاوك، نص الكميه اللي حطيته. وحطيت عليه ملعقه كبيره زيت الريحان وملعقه كبيره جوز الهند، خلطتهم بالكدا، زيت زيوت طبعا، زيت جوز الهند خلطتهم بالكدا. وقت نجي باش نحطه في شعري نزيد عليه نص ماء دافي، وما يكونش ماء معدني ولا حاجه، ماء طبيعي من الحنفيه، ويكون دافي شويه باش يحل لك الجيلاتين شويه، فهمت؟ هذا نحطهم توا على جنب ونتكلموا كيفاش باش نستعملوا الوصفه هذيا. تعملها تخليها ساعتين على شعرك، ومن بعد تغسل بالماء فقط، الماء فقط نقولوا بالماء فقط، ونخليوه بعد ما نغسلوه بالماء نحيوا كل الجيلاتين وكل تاع الوراثه في الشعر، وبعديك نلموه بمنشفه ونخليه من غير ما نمشطوه، خاطر كي تمشطوه مبلول يتقطع. قداش مره انا قلتها قبل فيديوهاتي لمحل قديمه شويه، لكن انا قلتها انه ما نمشطوش شعراتنا هما مبلولين، نلموا شعراتنا في الطاول ولا في المنشفه ونخليوه يشرب الماء نتاعو، نخليوه نباتوا به هكاك ملموم ولا اللي هو، ونخليوه 6 ساعات 7 ساعات ليله كامله ما فماش. واذا كان في النهار تحب تعملها في الصباح تعمل ساعتين وبعديك تغسلو بالماء بركه وتخليه 6 7 ساعات يكون هو نشح وتكون تغذيته من الوصفه هذيا، ومن بعد تغسلو بالشامبو. انا وشو كان عندك اورجانيك شامبو اكل خالي من الادويه وخالي من الكيماويه المواد الكيماويه، ما عندكش مش ضروري. عندنا شامبو صغار، انا واحده من الناس عندي شامبوز نتاع الاولاد الاطفال، هذاك خالي من المواد الكيماويه نغسلو به. شامبو الاولاد الاطفال نشريو لاولادنا ونشريو لرواحنا نغسلو معاهم، ما عادش نستعملو ليه لانه مليان بالمواد الكيماويه. على الاقل البروتين اللي احنا باش نستعملوه توا في شعراتنا للبشره للجذور نتاعنا باش نعطيوها بروتين قوي كيما هكا طبيعي، يكون على الاقل ما يمشيش خساره من الشامبو يزيد يهلك. هنا نغسلو بالشامبو نتاع الاطفال بعد 6 7 ساعات ما يشيح الشعر، ما نعملوش ديريكت، ان شاء الله تكونوا فهمتوني واضح بالكدا. بعديك تغسلها وتعودها مرتين ثلاثة مرات، اللي شعرها ياسر مقصف تنجم تعملها ثلاثة مرات، ما يضرش هذايا، هذايا حتى ثلاثة مرات أربع مرات ما يضرش، لكن بالنسبة لازم بالطريقة متاعي هي اللي أنا قلت لكم عليها بالشامبو، تغسلو بعد 6 ساعات أول مرة ساعتين تخليه هكاكا، وبعديك تغسلو بالماء فقط، وبعد زيد تخليه 6 7 ساعات 8 ساعات الاوفر نايت ليله كامله، وبعديك تغسلو بالشامبو نتاع الاطفال. حاجه مهمه لو سمحتم، حاجه مهمه ممنوع هالوصفه اي اعشاب طبيه، الوصفه هذه واي وصفات اعشاب ممنوعه على الحامل والمرضع اللي ترضع، ممنوع، لانه فيه الجسم يمتص وهي عندها بيبي ينجم لا قدر الله يتسمم ويقع يعني تلوز بيبي، يعني تضيع البيبي او يموت لا قدر الله. بعد الشر عليكم ان شاء الله يا ربي، والواحد ما يشوفك صغير الا الحمد لله، يعني واحد يطلب ربي ايش ربي يعطيه، فنعمه من عند ربي نحافظ عليها. ممنوع نقولها ونعاودها، ممنوع الاعشاب كلها الخلطات الطبيعيه هذه، حتى لو كانت طبيعيه راهي ممنوعه على الحامل وعلى المرضع. ارجوكم تسمعوا الكلام هذايا ما تضيعوش، فتحطوا ما بيناتكم. وماذا بينا وقت تمشي وتشريو وقت تمشي وتشريو
اي بذور، مش ضروري بذر الكتان بركه، اي زيوت تفتحوها وتشموها. تعرفوا انتم المراه المتعوده بالحاجات الاصليه تشمها، تعرف اذا كان حاطين فيها حاجه باش ما تجيهاش الدود تبدا تقديمه ياسر، يدوها ويحطوها في حاجات مواد اللي باش تطول اكثر عنده في المخازن، وكل هذا كله راه ضرر للجسم وللشعر ولكل شيء. فلازم تتاكدوا من تاخذوا المحل اللي تاخذوا منه انتم يكون محل ثقه. نتمنى ان ما تنساوش اللي قلته، خاصه على المرضى وعلى الحامل. هذه هي الوصفه نتاعنا، ان شاء الله ما نسيتش اي معلومه. اعملوها مجربه وناجحه جدا جدا جدا، وتنحي كل المشاكل نتاع الشعر. وما تنساوش ليلى محمد رسول الله، تشربوا الماء برشا، الماء يحب راهو الشعر والجسم يحب برشا ماء، لانه البدن الجسم مكون 70% ماء. فارجوكم ان تشربوا الماء برشا برشا برشا. الوصفة هذه صالحة لترميم كل انواع الشعر، كل انواع الشعر تتعمل يعني قد ما تحب. كيلو 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 بذر الكتان يعمل لك شهرين شهرين ونص. النتيجة تدريجيا بطيئة شوية، لكن في النتيجة فما نتيجة بالنسبة للناس كما قلنا اللي شعوراتهم تمتص الوصفات. بالنسبة ما تمتصش يحاولوا ويصبروا شوية، لكن هي تجي نتيجة. به ان شاء الله يا ربي عجبتكم الوصفة هذه، مجربة وخذوها ثقة 100%. وراو الحاجة انا نجربها على نفسي قبل ما نعطيها لكم. كل وصفة متاع الكركم الأخيرة نجحت الحمد لله بشهادة الشهداء وبشهادة الناس اللي عملتها. هذه ان شاء الله ايضا جربوها واصبروا عليه شوي شهرين ثلاثه. هذا الكيراتين ما تعملوش الكيراتين اللي هو مدمر 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 للشعر وللجسم، فيه مواد كيميائيه خطيره جدا وقاتله ومسم، في حالات ايضا توصل للموت. فارجوكم انكم تسمعوا كلامي. نتمنى ان شاء الله يا ربي تعجبكم هذايا، واذا عجبتكم ما تنسونيش طبعا باش يقولوا كاك انا ما تنسونيش من اللايك طبعا، واذا عجبتكم شير لاصحابكم خليه يعملوا الوصفه هذه. يلا وملتقانا بفيديو اخر ان شاء الله، وانا قريب ماشيه لتونس مسافره، فان شاء الله نشوفكم زاد غادي في تونس نعمل لكم فيديوهات مش متاكله، ما فلوج ورحلات ونوريكم اماكن حلوه في تونس ان شاء الله. يلا نخليكم بسلامه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.